طيب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. باخذ بعطيكم ثنتين متوافقة بما تكلمنا عنها قبل شوي متعلقة بالزواج والأزواج. طيب طبعا الحياة الزوجية مهم فيها الكلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن الواحد يكذب على زوجته في مدحها والثناء عليها. فهذا رجل دخل على زوجته وقال لها: أنت من أجمل نساء العالمين. فقالت له، شكلها ما تفهم في الأمور ذي، قالت: تمنيت أنك جميل حتى أثني عليك كما أثنيت علي. فقال: لا مان، اكذبي كما كذبت. هذه هجمة مرتدعة ما ينفع فيها. أي، وهذا رجل يتكلم مع زوجه فيقول لزوجته: أنت ثاني امرأة أجمل في النساء. استغربت: ثاني امرأة؟ قالت: فمن الأولى؟ قال: أنت حين تبتسمي. الله 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 الله، العبارات يعني أي من أيضا بعض الملح المتعلقة بهذا الموضوع أو قريبة منه. أقبل رجل على رجل وهو يضرب زوجته، فقال: يا رجل ما لك؟ النساء لا تضرب إلا بالنساء. النساء لا تضرب إلا بالنساء، تزوج عليها يعني، لا تضربها، تزوج وخلاص. فالتفتت المرأة وقالت: أكمل، اترك هذا المجنون وأكمل. طق يا زين، الطق طق الحبيب مثلك للزبيب. أكمل الضرب. طيب نخرج إلى موضوع آخر سم، ربما متعلق بالسخرية. بعض الناس ربما يسخر من أي شيء يراه، بل وصل الأمر أن بعضهم يسخر بوالديه وكبار السن، وللأسف الشديد. سمعت قبل أمس، سمعت رجل يقول، يمكنكم قلتوا في القناة هنا، أن اثنين من الشباب اتفقوا مع راعي المطبخ إذا أقبل يقول: أنا متفق معكم عشاء مو بغداء. وأبوهم شايب كبير في السن، وصاير الرجال الشايب هذا يطلع ويدخل ويطلع ويدخل، جا الغداء يوم أقبل راعي المطبخ قال: أنت متفق معي عشاء ما اتفقت غداء. وطق عرق وجلطة. لا حق الله. الآن للأسف السوشيال ميديا الآن أصبح بعض الأبناء يسخر بوالديه، وهذا خطأ شنيع. من الأشياء التي وردت في التاريخ في هذا الموضوع أن رجلا قال لرجل كبير يسخر بتقوس ظهره: كم هذا القوس يا عم؟ قال: اصبر وسيأتيك بلا ثمن. أيوة. فالسخرية مذمومة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. طيب هذا الرجل يسأل شخص ويقول: هل الأفضل أن أمشي أمام النعش أم خلف النعش، يعني في الجنازة، مرور الجنازة؟ قال: الأهم أن لا تكون فوق النعش. وامضي في أي مكان. أي والله. نعم. بعض النساء ربما تتصف بأنها لحوحة في بعض العبارات أو تدقق في بعض الأسلوب. هذه امرأة نحوية، فجاء زوجها وقال: أحبك. قالت: لا تقل أحبك، وإنما قل إياك أحب. لأنها بدأت تشرح لنا الفائدة النحوية، إذا قلت أحبك يعني فإنك تحبني وتحب معي غيري، لكن إذا قلت إياك أحب يعني بالحارف حصرتني. قال: إياك أطلق. والله ما مدوك حرقان. وهذا رجل نحيل ورجل سمين، فأراد هذا السمين أن يسخر بهذا النحيل. قال: لا تظهر للناس ولا تظهر للإعلام فيقول إن هذا البلد بلد مجاعة. قال: وأنت لا تظهر حتى لا يقول سبب المجاعة. والله. سأل رجلا آخر فقال له: ما اسمك؟ فحب يلطف الجو وقال: آخر سورة البروج. قال: لوح؟ قال: لا، محفوظ. قال: محفوظ صفة يا لوح.
الله المستعان. وهذا رجل يعني أتى إلى الإمام أو كان يحدث أناس فقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم قال شوف بعض الناس ما يعي بعضا قال أخرجه الطبراني. فقام واحد من ربع أبو هادي قال يعني أخرج الضب. قال هذه استعارة تبين ذا يعني رواه. قال يعني هو استعار الضب. حدث الناس بما يعقلون تريد أن يكذب الله ورسوله. زميل لي مرة من المرات يقول جلست يقول هذا الموقف لا أنساه. هو طالب علم وجلس مع عوام وأخبر أن يأجوج ومأجوج بعد أن يقتلوا أهل الأرض ويصعد عيسى لا يبقى على الأرض أحد فيرسلون سهامهم إلى السماء فترجع من السماء مخضبة بالدم والحديث صحيح مسلم. فيقول مستعد أنا محضر. قام واحد من الشيبان قال وش تلخ تخربط علينا أنت. قام هو يقول مستعد أنا هذا الحديث رواه مسلم. قال الشايب مسلم ولا كافر؟ فحدث الناس بما يعقلون تريدون يكذب. لابد أن يعرف الإنسان مستوى أذهان الناس حتى لا تكلم. هذا رجل شاعر ولا نقصد أحد موجود الشعراء فيهم خير وبركة أو يزعم أنه شاعر فألقى شعرا ثم حب أن يقول ما رأيك في الشعر فيما قلت؟ قال إن فيك صفة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم. فرح كلنا يريد أن يكون في صفة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ما هي؟ قال عزيزي وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما أنت براغي شعر. وهذه أختم بها. امرأة رأت رجلا فأرادت أن تسخر به فقالت لو كنت زوجا لي لسقيتك سما. قال لو كنت زوجتي لشربت هذا السم. الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. انت رصدك جدا جميل وسبحان الله اللي راعي قراءه وكتابه طبعا.